الفلانه بيتكلم عنها بشكل وحش من زي مؤخرا ياسمين صبري، فبقت حياه الفنانين هي اللي متصدره بشكل سيء. شايف ده تاثيره ازاي على الوسط كله كمان؟ مش حلو ده يعني. بالظبط، هي فكره ان احنا يعني حتى السنه دي بقى حصل يعني زي جابه شويه بالناس والفنانين شويه كده السنه دي. فده احنا المفروض ان احنا نقربه من واي حد تاني يعني ما ينجرش ورا الحكايه دي علشان ما يحصل، عشان الجابه دي ما توسعش. هو بس خلي يوسف يشتغل تاني، انت عندك معلومه. حضر فيلم بقى. فيلم مسلسل. فيلم ايه؟ من بتوعه ولا فيلم؟ ايوه سينمائي. ما بقى انت فين يا عم الحاج؟ ولا سؤال كده من الصبح كده؟ ده احنا يعني يا درش، انت فين يا درش وترنداتك فين وحاجاتك فين؟ خش يا درش. بقول لك ماجد المصري البطل. الله هيجيك ماجد عنده في الفيلم. ومين بطل؟ لسه بيدور على ثلاثة. بيدور على ثلاثة لسه. ثلاثة مرة واحدة؟ كانوا فرنساوي. فرنساوي؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. لا على فكره عايز اقول على حاجه عشان ما نظلمش الوسط الفني. الوسط الفني نفسه بيلفظ الحاجات اللا اخلاقيه، وعلى فكره مش اللا اخلاقيه الفعل، اللا اخلاقيه الابتزاز، اللا اخلاقيه في الفضيحه. الوسط الفني زيه زي اي وسط، في الدكاترة، في الصحفيين، في الإعلاميين، في أي حتة، في الصالح وفي الطالع، والصالح بيلفظ الطالع، ولكن في حاجات أخلاقية كبرى زي الابتزاز حط تحتها 10 خطوط، وزي الفضيحة حط تحتها 15 خط، وزي البجاحة بعد ما ترجع تبقى بجح فتحط تحتها 20 خط. معلش انا جريء شويه، بس هو في الاخر احنا لنا نعطف شغل ومش عرفت. لا يا فندم، ما خدش شغله، بلاها شغله، بلاها شغله. مش واقفين عليه قديمه قوي حكايه ان اجيب حد غلبان. على فكره انا متعاطف مع البنات، البنات اشتغلوا. تصدق ان انا متعاطف مع البنات؟ شغالين حياتهم. ليه؟ لانه حرام. حرام. البجاحة ما شفت لهاش، وبعد كده ما شفتش حد بينادي بالاشتراكية وهو قاعد في الفور سيزنز عايش كل مفردات الرأسمالية. بجاحة برضو مش كده؟ وبعد كده الأستاذ خالد يوسف قال، المهندس خالد يوسف لما جه ينزل الانتخابات، إذا هو عضو نقابة المهندسين، لأن لما ينزل عندنا في السينمائيين ما جابش 260 صوت. لما نزل عندنا في السينمائيين عايز يبقى نقيب ما جابش 260 صوت، فهو محسوب على المهندسين. هو على رأي الأستاذ ستيفان روسي مهندس. في سؤال استخدام. في سؤال عايز قول يلا اسأل.